أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في تصريح خاص لمركز الأخبار بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون في المجال البرلماني بين البلدين، مثمنا الدور المحوري الكبير الذي تطلع به المملكة في دعم وترسيخ عرى التضامن العربي وصون الحقوق العربية المشروعة. أود أن أتقدم بخالص التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وإلى الشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا. وأنا في هذه المناسبة حبيت أن أؤكد بأن العيد الوطني السعودي هو عيد للبحرين أيضا، وأؤكد على عمق العلاقات التاريخية المتجذرة والتي ورثناها عن الآباء والأجداد. والحقيقة أن هذه تأتي بتوجيهات كريمة من القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين، ولذلك أنا أعتقد بأن العلاقة المميزة ما بين البلدين الشقيقين يعني نادرا ما تجدها بين بلدين آخرين سواء كان في المنطقة أو حتى يمكن في دول العالم. وأنا هنا أود أن أؤكد على أن هذه العلاقات العميقة يعني تتطرق إلى كافة المجالات اللي هي السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية والأمنية وغيرها من المجالات الأخرى. ولذلك فنحن دائما في عملية تشاور على كل المستويات مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وأن التنسيق قائم ومستمر في كل ما يهمنا وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الهامة ألا وهي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة بشكل عام، وأيضا محاربة الإرهاب الذي يستهدف مقدرات شعوبنا في المنطقة.